نستهل جولتنا عبر الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء ببلدان أمريكا الجنوبية بلاناسيون، التي كتبت أن الحكومة الأرجنتينية أعلنت عن تمديد تعليق الرحلات الجوية المحلية والدولية إلى غاية شتنفر القادم، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لكبح انتشار فيروس كورونا. وإلى يومية أوغلوبو التي توقفت عند تصريحات للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أشار فيها إلى أن اسم وزير العدل والأمن العام سيكون مفاجأة، وأضافت أن بولسونارو قد يغير رأيه بشأن تعيين الكاتب العام للرئاسة خورخي أوليفيرا خلفا لسيرجيو مورو المستقيل. أما يومية كوريو البيروفية فسلطت الضوء على أعمال الشغب التي اندلعت بسجن بليما للمطالبة بتعزيز إجراءات التصدي لفيروس كورونا بالمؤسسة السجنية، مشيرة إلى أن نزيلين بالسجن المذكور توفي نتيجة إصابتهما بالفيروس. وننهي جولتنا من كولومبيا، حيث كتبت الإيرالدو أن حركة جيش التحرير الوطني المسلحة أعلنت عدم تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنته من جانب واحد طيلة شهر أبريل،